عدي يا بنت، عدي يا بنت، بلاش نكاح، عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصة. يا صلاة النبي أحسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخرة. يا أستاذ رمضان، الطلبة اللي هنا المدرسة بالنسبة لهم فسحة، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصية. يا دي مخيبة، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزة السفرة ويتحط له الشاي والكيك، هيبقى له كلمة على العيال بعد كده؟ عليه العوض. أنت مالك متأثر بكلامي كده؟ أصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقة دول ولا إيه؟ طب ما يغطوهم بملاية لحد البوكس. يا أستاذ رمضان، دول عندهم حصة سويمنج. حصة إيه؟ سويمنج يعني سباحة، سباحة. والنازل عارف؟ ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار أسود، لا أنا شكلي هتعب في المدرسة ده هي. اهدي. إيه المسخرة ده هي؟ كورة في الفصل؟ اقعد يا هلا، اقعد. أنت يا بت، اقعدي على التخت بتاعك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته، ترمي. انت يا عبد الحليم يا حافظ، اقعد مكانك يا اخوي، ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده هي؟ انت يا ادهم شعري معفن، انت تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي، تقوموا تقفوا. قيام. تنفخ ليه يا رحمامه؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. كويس قوي، ما كنتش أعرف إن اسمي بيضحك. يا أختي افتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا أختي أنا مش مستر، أنا أستاذ رمضان. ترزهم ترزهم. إيه يا ابني دي؟ إيه دي؟ أنت اسمك إيه؟ أيمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ أيوه ابن وزير البيئة. أيوه 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 ابن وزير البيئة. طب يا أخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابة السودة جاية لحد دماغك، بكرة دي يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحة. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصحة، انبسط. امانة عليك وانت قاعد في البيت، يبقى هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط، واكياس الدم الملوث واللي انت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. اوكي اوكي. انا بشعك منك يا اللي يتعدل. اوكي. وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري، وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا هنستظرف يا بنت ولا ايه؟ مش بستظرف والله، حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح لي يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير، وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. امي كانت حامل في الشهر الرابع، فهو مش عايز يزعلها، يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه امير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساس، فقالت خلاص نسميه وائل، فام تقول لا امير ودي تقول وائل. بعد اسكت بقول لك، ما هو بعد بقول لك اسكت. اني مالي اني مالي يا رزق، انا ما احب اندهك. اقول لك ايه يا جلال؟ يا جلال يا جلال، شكلك رخم وسنتك سودة طينة معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي، انت من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. يا عادي يكون اللي ببالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استراحة سعادة الباشا، اتفضل. لحظة واحدة لحظة واحدة، ما ينفعش تقعد كده. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة، هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك، اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. اسمع يا هادي انت وهو، اسمع يا حبيبي، انا اللي جايبني هنا معالي وزير التربيه والتعليم شخصيا، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعا الكلام ده مش ليك انت. استدعاني وزير التربيه والتعليم وقال لي والنبي يا استاذ رمضان، قلت له انا ما بحبش الحلفان، انجز، عايز مني ايه؟ قال لي العيال ده هون امانه في رقبتك، وانا يمكن اخون الامانه، يعني لو انتوا فاكرين ان انتوا مسنودين انا كمان مسنود. يو يو وات كارون بيبول. اهلا اهلا يا حيلتي، اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي ممكن. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي. اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقى لها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه وكنتوا فين؟ تيجي ايزي، شي هاد بوي فريند بروبلمز سو اي كانت جست ورت اوت. هير بوي فريندز ا بيت اوف ان ايديوت يا سو اي جست يو نو ستيبت اب تو هيم سو وات واتس جوين اون مي واتس رونج وذ يو مان. خلاص خلاص خلاص، اذا كان على كده براءه. تف يا بنت اللي بقى انا وغوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليق اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو، هي كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان
ايه يا باشا؟ مش لاقي الكتاب. انا مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب، هاتي الكتاب ده. ايه بس رنا سقطت؟ ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعالى يا شريف يا خرسان اهدي. صفر. يلا غور في داهيه. تعالى النبي صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا رمضان عمال تحدي في الكراريش ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه. خلاص اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابني مالك. طب يا اخي روق كده امال، وقرب منهم صاحبهم، شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بشرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسوح، افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت، بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياه النبي خدتها ورميتها، بقوا يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت، الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر؟ يا خبر اسوح، البت بنت طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي، مضاف اليه مرفوع بالضمه. في شارع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخليه على عينه وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤوليتي انا. عظيم بيمين ابدا لاكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه؟ وزير الداخليه يا عم طه. لا 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 ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الدخليه. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حمودي. في ايه؟ وانا اللي كنت محبكي، هو المضاف اليه دي ابن اختي. انا مالي، انا بشكرك والله على المعامله الطيبه، الف شكر. مع الوزير؟ ايوه معاليك. مع سعادتك. اكيد يا فندم، هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت. اكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم، مع الوزير. يا باشا ازاي معاليك؟ الف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا يا لا هو ولا حد بالمدرسه. هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه وزاره التعليم مصره تجره. انا من رايي الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله يرفعه يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها ده هي اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجيه بالنسبه للبنت او للولد. البنت تقف قدام المراية تلاقي نفسها بتتغير وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مراية، هو يا دوب شوية شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقرة، وابوه قاعد مش لازمه يقول لك يا بيت راجل اربط عندك، اربط عندك اللي بتبوس. اهدي هات يا اخويا وريني. ايه ده؟ ايه صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا ولد؟ صورة فضيحة؟ لا نجلة. لا مش نجلة، نجلة فضيحة. دي نجلة يا استاذ. بقول لك فضيحي. انت ما تعرفهاش نجلة وردي. لما تبقى لابسة كده تبقى نجلة ولا فضيحي؟ لا فضيحة. ادي قلتها. يبقى انت ايه؟ بتجيب صورة فضيحي في الفصل. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لا؟ استاهل. ويبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجة. شهاب كمان معاه صورة. ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل. انت معاك صورة ولا انا بجد؟ انت معاك صورة؟ انت ما انت معاك صورة. اهزي بقى. اهزي بقى. اهزي. اخلص يالا. تعال هنا. انا واخد امر ان انا ربيك. عرفت. فين الصورة اللي معاك؟ وريني. وريني. واصغر حتى ما هي. انت شوف دي عاملة ازاي؟ يا نهاركم اسود. هي هي الولية. بس هي نفس الدنيا والتانية كانت مطية. الله الله الله. الله الله. هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل. مالكش دعوه بيهم. اه دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله يا امير يا ابن القمر. وريني وريني. يا نهارك اسود، يا نهار. حتى انت، حتى انت ده انت لقيت ابوك سودا. وحياه النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي الوليد هنا عمل جماعي ولا مرشح نفسه مجلس الشعب؟ وريني وريني معاك انت كمان. لا انا معايا الصوره. طب انت هتجيب صوره ليه؟ انت عليك التسبيل. اترمي هنا، اترمي وزيري تحت الملايه. ده انت نهار ابوك اسود. لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم. الواحد هيتفرس.
بقول لك ايه يا استاذ فريد؟ معلش انا هعطلك. معلش، هو مين في المدرسه هنا بيدرس للاولاد دين؟ لا، الدين هنا اختياري مش اجباري. اتاري العيال طالعه قليله الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهليه. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. استاذ فريد، انا سميحه بتقول رمضان، هي تقصد ناني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا، دي بتسأل حضرتك إذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي. حفلة الهال إيه؟ الهالوين بتاعت السنة دي. وإيه الهالوين دي؟ ده حفلة بتتعمل كل سنة في أمريكا. وإحنا نحتفل بيها ليه؟ يعني هم الأمريكان بيصوموا وقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير سيني؟ هي أمريكا حشرة نفسها في كل حاجة كده، حاجة عجيبة أوي. أستاذ رمضان موجود؟ أيوه يا ست، أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، ودي الأستاذ فريد صديقي، ودي اللب توب بتاعه. كنت عايزة حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. أنا تحت أمرك. كلمتين على إيه؟ على انفراد لو سمحت. أظن الجملة واضحة، على انفراد يا أستاذ فريد. سكن، عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد خد يا خد، يلا يلا. السلام. سوري. لا ولا يهمك. السلام، ده بان عليه يطلع صدغ. تفضلي تفضلي يا ست، اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام، انت فضلتي الاول. متشكره قوي، ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب حد. ابني هيضيع مني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني وغوشتني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها. ميرسي. في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه، واخر حاجه عملها مد ايده وسرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي، ينهر اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما دي اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي. ارجوك. خير يا عم طه؟ فيه ايه؟ في واحدة ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمة قوي. الدنيا اتقلبت أول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ رمضان؟ أيوة فندم. أنا بقى مامة شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا أم شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. أيوة أيوة، وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع أغاني البنت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حتة. صح؟ وأبوه في دبي كمان. لا لا، بابا مش في دبي. يا صاحي ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي إن شاء الله. وأنت إيه اللي عرفك يا أستاذ رمضان؟ يا هانم، أنت جالي دلوقتي عشان أنقذ ابنك من المطربة اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقام البلد يا باشا. انت بصراحه لازم تفطر، مش معقول قهوه على غير الريق. بسم الله. مش عارف ما تحرجنيش. يلا مالك؟ ميه ليه؟ ميه ليه؟ بتعمل ايه يا مجنون انت؟ جراد انت هتشط ميه. ميه ليك ولا للباشا؟ اقعد اسال واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا. روح هات ميه. الف هنيه. طب بصراحه مش عاجبني يا باشا. وبعدين انا عارف ايه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في الولد يا رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه وهتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. وياني يا نجلاء وجدي في البلد. وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه؟ فيها مسخره، فيها قله حي، فيها انحلال. هم اللي عيال ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان، شبك لبك يا اخويا. احنا خلاص اتفقنا معاها ومضينا الحق. طب يا اخويا خلي عادي ينفعك، ما تعرفش مين يتكلم معاها شخصيا في موضوع البت ده؟ هي معالي الوزير، شوف بقى لما يعرف ان انت اللي مصر تجيبها، احتمال بكره تسيب المكتب ده هون وتنزل تضرب الجرس تحت.
طيب انت شايف نتصرف ازاي يا استاذ رمضان؟ انا شايف ان انت ترتاح على مكتبك ده هون وتشرب مجح البحصي وسيب لي الموضوع ده عليه، وانا بعون الله بعون الله هخلصه. احنا عايزين نحافظ على عيالنا يا استاذ علاء. بهاء علاء بهاء ابتلاء، المهم نحافظ على عيالني.